الجماعه ديال هذه المنطقه هي اللي تتحمل المسؤوليه، وما يمكنش دابا الدري الصغار يبغي يلعبوا ولا شي حاجه يلقاو هنا مو معمر زبل، خصوصا الا شي فريق البلاصه اللي راه لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو المشكل اللي كاين، لان احنا باقي ما عندناش هذيك الثقافه ديال لي سكيت بارك والمسائل. اما كاينين هنا شباب تيلعبوا لي سكيت كلشي، ولكن اش نقول لك، اللي هيتكلف مو من العساس ولا صاحب النظافه ولا شي حاجه ما كاينينش. كيقولوا هاد الناس مدينه الانوار نقيه وهادير، ما يمكنش شو سكيت بارك مسخين نو هادي عامر بالماء، ما يمكنش. خصهم يجيو ندفوا هاد الشيء، خصهم يحافظوا على البيئه، راه ما يمكنش يخليو سكيت بارك بحال هكا. هذا الموضوع اللي جينا نتكلموا فيه راه هو موضوع مشترك بين المواطن وحتى الناس المسؤولين ديال البلاد. بالنسبه للمواطن خصو يدير بحساب بان الدوله راه خدمت ليه هذا الشيء وعانات وضربت ثماره بانه باش تصاوب هذا الشيء هذا ديال البلاد وتقاد. يعني حتى حنا خصنا نكونوا في المستوى اللي غادي يخلي ناس اخرين اللي كيجيو للبلاد عندنا يشوفونا يلقاونا بان العقليه مزيانه وتنقات، وحتى المنطقه اللي حنا فيها. وبالنسبه لهذه البلاصه كانت شي وقيته متهمشه وكانت فيها واحد الاسباب اللي ما غاديش نتكلموا عليها كثير داكشي بزاف. اما حاليا راه تحسنت الوضعيه، وكنطلب من هاد الناس وهاد الشباب اللي هما دابا حاليا يزيدوا يكتفوا الجهود ديالهم باش البلاد ديالنا تولي نقيه وتولي مزيانه وكذا. هذا هو اللي كاين تما، كاين دوك القوادس مخنوقين، وملي كتصب الشتا كيبقى تما يتجمع الماء يتجمع وصافي، ما كيدوش داك الماء لتحت ولا صافي، وما ما جات حتى شي واحد زعما يصايبوا ولا هذا، مابقاوش كيلعبوا تما الدراري بزاف. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.